في هذه الحلقة معنا لقاء مهم مع عبد الرحمن الخضر، وهو أحد المواهب الكروية التي ظهرت مع المنتخبات اليمنية السنية سواء في الناشئين أو في منتخب الشباب. الخضر لديه حلم كبير وهو الوصول إلى كأس العالم. منتخبنا تأهل إلى كأس آسيا للشباب الذي سيقام 2025 في الصين. نتابع ماذا قال لأهل الرياضة. طبعا شعور لا يوصف، فرحة وإنجاز إضافة لإنجازاتنا، ونحن يعني من الناشئين اللي احنا من وصول كأس العالم من هذه البوابة بإذن الله. يعني ما قدرنا بالناشئين نقدر بالشباب إن شاء الله. أنا أقدر ألعب جناح وأقدر ألعب مهاجم صريح، بس على حسب رؤية المدرب، ويعني أقدر ألعب المكانين. عبد العزيز مصروم لاعب ممتاز وإضافة قوية للمنتخب، ويساعد نحن كثير يعني في الشق الهجومي، وإضافة قوية طبعا أكيد هذا يساعد الفريق ويساعد نحن كامل كمجموعة، وبرضه يعني إضافة قوية طبعا. حلمنا هو طبعا حلمنا من قبل التصفيات نتأهل لكأس آسيا، ومن كأس آسيا لكأس العالم إن شاء الله. هذا كان حلمنا بالناشئين، برضه تجاوز الناشئين ما قدرنا، يعني ما سبناش الحلم، قلنا بالشباب إن شاء الله، ما قدرناش بالشباب بالأولمبي، والحلم يستمر طبعا، حلمنا يستمر مع الشباب حتى لو ما قدرناش إن شاء الله مع الشباب بالأولمبي، يعني الحلم مستمر بإذن الله لما نتأهل كأس العالم. طبعا التأهل لكأس العالم نحتاج معسكر داخلي ومعسكر خارجي، ونحتاج مباريات ودية دولية مشان نحتكم مستوانا قبل بطولة كأس آسيا، ونتمنى هذا الشيء من الجهات المعنية والمسؤولين أن يدعموا هذا المنتخب مشان يوصل إلى كأس العالم. صعوبات في فرق الآن، في فرق كبير بين الناشئين والشباب، فهذه الصعوبات نواجهها بإذن الله نتجاوزها. أول مباراة بس جت فيها مطر، والحمد لله يعني العشب الطبيعي يفرق على العشب الصناعي، ويعني حضرنا قبل، إحنا في أندونيسيا حضرنا قبل المباراة يمكن بيومين أو بثلاث أيام، تعودنا يعني بهذه الثلاث أيام قبل المباراة الأولى، والحمد لله يعني لعبنا المباراة الأولى وتجاوزنا. أول شيء الحمد لله أننا تأهلنا. طبعا منتخب أندونيسيا منتخب قوي، منتخب يعني صاحب الأرض وله الأفضلية. طبعا الحمد لله يعني كنا يعني استجمعنا قبل مباراة أندونيسيا 6 نقاط، وهذه كانت مهمة، ودخلنا المباراة بحافز الفوز، ولكن قدمنا كل اللي علينا والحمد لله يعني تعادلنا وبالنهاية تأهلنا، وهذا شيء إيجابي لنا. طبعا تكريم المنتخب، أهم حاجة طبعا يكون جمهورنا وشعبنا اليمني يكون راضي على أدائنا وجهدنا، وهذا يعني بالنسبة لنا أكبر تكريم، ونتمنى بتكريم يعني تكريم يعني حقوق لنا معسكرات داخلية وخارجية ومباريات دولية، ويجهزونا أفضل تجهيز مشان نتأهل إلى كأس العالم، وهذا الحلم إن شاء الله لكل يمني وحلمنا كمان.